من جديد معنا فاطمة زهرة من مدينة الرباط. فاطمة زهرة صباح الخير. صباح الخير وقت. أهلا وسهلا. هتسمحي لنا ما نصفناكش في الوقت فاطمة زهرة، وكان وعدك غد توزي معنا مرة أخرى ناخده من عندك وصفة واحدة إن شاء الله. لكن بقي عندنا يعني مكان في غدا إن شاء الله تكوني معنا وندوزو ناخده الأشياء الأخرى اللي غتعطينا. تفضلي فاطمة زهرة. أنا عطيك معمول. تفضلي. المقدار عندنا كيلو السميدة، كيلو ديال السميدة، نص كيلو دقيق، نص كيلو ديال الدقيق، نص كيلو السكر، نص كيلو ديال السكر، ونص كيلو الزبدة، ونص كيلو الزبدة. المقادير سهلة. وشوية الخميرة. شحال الخميرة؟ معلقة صغيرة ولا حسب الجو إذا كان الصهد ولا البرد؟ لا نعم. غير شوية، ماشي معلقة صغيرة، غير قبيصة الخميرة. قبيصة الخميرة نعم. ونص معلقة ديال الخميرة الحلوة. نص معلقة ديال الخميرة الحلوة. الحشوة. نعم. التمر مقطع. التمر. القرقع. نعم. صافا نخلطهم بزبدة. نعم. ما بلا مقادير التمر والقرقع، القياس اللي بغينا مثلا ما بين التمر والقرقع اللي بغينا. نعم. صافي هادو من المقادير. صافي. عندنا بالنسبه لهذا المعمول هذا كنحتاجوا له كيلو ديال السميده، نص كيلو ديال الدقيق الفرص، نص كيلو ديال سنيده، نص كيلو ديال الزبده، واحد القفصه ديال الخميره ديال الخبز، ونص معلقه ديال الخميره ديال الحلوه. بالنسبه للحشوه التمر مقطع مع القرقاع سيتخلطوا مزيان بشويه ديال الزبده ياك، وكنديرهم كويرات. كنخلطوا المقادير كلها، السكر الزبده السميده، كنعجنوا كل شيء. صافي، كندير ديك الكويره ديال التمر في كل منها وكنجمعوها. يعني كناخذوا كويره واحده ديال السميده نديرو في وسط منها حفره ونحطوا فيها الكره ديال هذا ونسدوها. نعم نعم. كنسدوها وكنديرها في داك الطابع باش باش تاخذ الشكل. نعم. كتسوق من وجهها. صافي. يعني هذه دايره بحال ديك غريبه المعمره بالتمر، هذه بطريقه اخرى، هذا المعمول بالسميده ياك فاطمه الزهراء. الله يعطيك الصحة، شكرا جزيلا على هذه الوصفة هذه، ولكن عندك الوقت غدا وقبلتي علينا غدا إن شاء الله تكوني معنا.